ساعتي، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. النهارده هقول رأيي في غسول الهيمالايا. غسول الهيمالايا ناس كتير قالت عليه حلو وناس كتير قالت عليه وحش. انا هقول لكم رأيي فيه. انا بحبه طبعا عشان انا جايبه الحجم الكبير، مع ان هو عجبني. الغسول دوت انا بحط زيت في وشي وبشيل الزيت بيه وبيشيله كله ومش بنشف وشي. هقول لكم حاجه، لما تيجي تستعملوا حاجة للوش أو للجلد عموما وللشعر، ممكن يكون اتنين عندهم نفس المشكلة. يعني مثلا اتنين بشرتهم دهنية، واحدة تستعمل حاجة تقول عليها تحفة والتانية تستعمل حاجة تقول عليها مش حلوة أبدا. ممكن تعملها حبوب، ممكن تعملها بقعة تنشف لها وشها. ده ليه بقى؟ علشان احنا الاتنين ممكن درجة يعني دهنية وشنا مش زي بعض. يعني مثلا انا بشرة دهنية، ممكن حد تاني وشه دهني ممكن يكون اكتر مني، ممكن يكون اقل، ممكن يكون عنده مشكلة اصلا في وشه هو مش عارف في جلده. دي حاجة. الحاجة التانية، احنا روتين حياتنا مش زي بعض. يعني ممكن انا بنام كتير، بنام قليل، بنام بالليل، بنام الصبح، باكل حاجات فيها دهون، باكل حاجات مالحة، باكل حاجات صح، الطريقة صح، باكل غلط. فده كله بيأثر على وشنا. طبعا بشرب ميه كتير، مش بشرب ميه كتير، ده كل دوت بيأثر حلو، بيأثر على بشرتنا وعلى شعرنا وعلى كل حاجة فينا. فعشان كده مش مينفعش مثلا انا اقول لكم الغسول ده حلو فانتوا تروحوا تجيبوا الغسول ده. فالغسول ده ممكن بنات تحبه وممكن بنات تدعي عليا فيه عادي يعني. بس في الغسول والحاجات دي والكريمات وكده، لازم كل واحدة تجرب الحاجات اللي موجودة في السوق كلها لحد ما تلاقي حاجة تعجبها او حاجة فعلا تيجي على وشها. وده ملهوش علاقة بانه المنتج ده ناس كتير شتمته او ناس كتير قالت عليه حلو. ده مش عيب من الشركة، وده مش عيب من البنت اللي قالت لك ان ده حلو او عيب ان هي قالت لك وحش ولا حاجة. هو بيبقى احنا مختلفين عن بعض زي ما قلت لكم. بس كده، يا رب بقى الفيديو يكون عجبكم وشجعوني والنبي.